بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة المحور في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم ملعب الشاطر. أبرز عناوين حلقة اليوم: سموحة يتأهل بصعوبة في الكونفدرالية، والمصري يصعد بعد تجميد نشاط مالي، والأهلي يصطدم بطموح بيتفيست، والزمالك يحلق مع نسور رينجرز. الجماهير تتوقع نتيجة مباراتي الأهلي والزمالك في دوري الأبطال، والدور المصري في إسقاط عيسى حياته. رئيس الاتحاد النيجيري يتوقع فوز أبو ريدة بعضوية الفيفا بعد إسقاط حياته. رسالة خاصة ولقطات حصرية من نيجيريا يقدمها ياسر عبد العزيز. والنجم الكبير الكابتن سمير كمونة نجم النادي الأهلي وقائد الأمل في ضيافة ملعب الشاطر.